لو ما علمتنيش وخدتني معاك امثل انا هموت نفسي. احلى مساء عليكم، انا عبد الله محمد وده برنامج يا خبر. لو ما تعرفش الفنانه اللي وقع في غرامها الفنان كمال الشناوي من اول لحظه وانبهر بجمالها وثقافتها وطلب منها الجواز بعد ما طلب منها انها تعتزل الرقص والاستعراضات، تعال وانا اقول لك الحكايه. وجه سينمائي متميز كان في معظم الافلام في الاربعينات ولحد نص الخمسينات كمان. بدات كراقصه استعراضيه في شارع عماد الدين، وفجاه حصل بينها وبين بضيعه مصابني خناقه كبيره قوي وطردتها من الفرقه، وراحت للفنان الكبير يوسف وهبي وقالت له لو ما علمتنيش وشغلتني معاك في التمثيل والله لموت نفسي. وبالفعل بتشتغل معاه وبتتحول من ممثله صغيره لبطله لاهم الافلام الاستعراضيه والغنائيه في مصر في الفتره دي.